بتلاتمية وخمسين بيحملوني ألف جميلة عليه شغلي هلكني ومضيع عمري شو أعمل أنا فيه مدير نفسي بتحسه حي وشاطر بالنفاق هو شغلته بس يبهدل فيه ويفقع خصومات كل يوم وأخيرا هيك جيت شرف ضلك تأخر أنا زيك ما شفت وهي خاصم عشرين عشان تلتزم بالقوانين لسه الساعة ثمانية ونص ساعتك غلط أنا ما إلي أي خص وهي كمان عشرين هاي كمان عشرين أنا بكره سيو ما كل راسي مجنينو نفسي أبهديلو أنا بكره شغلي حوالي كان يحوم شكله بده مطعوم ملزق فيه هالملعون أنا بكره شغلي اجازات ما في زيادات ما في اشتغلوا اجازات ما في زيادات ما في لما توظفت انا عجايب شفت صرت زي خدمت البيت شركته فوقي كل شي علي مش ضايل غير مسح الحيط مرة اتذكيت واخدت بريك ورحت اكل بالبيت قعدت على الكرسي بس سددت نفسي لاني فوق راسي لقيت مديري بتوكل قاعد أنا بكره سيو ما كل راسي مجنينو نفسي أبهديلو أنا بكره شغلي حوالي كان يحوم شكله بده مطعوم ملزق فيه هالملعون أنا بكره شغلي خذها أنا بكره CEO مكل راسي مجنينه نفسي أبهديله أنا بكره شغلي حوالي عم بيحوم شكله بده مطعم ملزق فيه الملعون أنا بكره شغلي Follow, share, like, share, 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 share,